في ظل النوش اللي حاصل في العالم كله والأحداث اللي متسارعة وسخونة الأحداث ما بين الدول وكل دولة مستنية للتانية على تكة، فتعالوا نبص مع بعض كده على قوة القوات الجوية لكل الدول وترتيب الدول حسب امتلاكها لعدد الطائرات الحربية أو المقاتلات الحربية. أول دولة معانا هي دولة لوكسمبورغ، ودي رصدها طيارة واحدة بس. الدولة التانية هي بوتان، ودي رصدها طيارتين. الدولة الثالثة بليز، ودي رصيدها برضو طيارتين. سورينام 3 طيارات، مولدوفا 3 طيارات، بنين 3 طيارات، سيراليون 4 طيارات. عايزين نشوف مصر فين وإسرائيل فين وأمريكا فين، نشوف احنا فين. مدغشقر 5 طائرات علشان نعرف احنا مين قبلنا ومين بعدنا، ومين الدول اللي متفوقة علينا. جمهورية أفريقيا الوسطى 6 طيارات، لاتفيا 7 طيارات، استونيا 7 طيارات برضو، ليتوانيا 9 طيارات، بدأنا العدد يزيد اهو. ساحل العاج 9 طيارات، الجبل الأسود 11 طيارة. طبعا كل دولة بتتسلح حسب المناطق الجغرافية بتاعتها، منغوليا 11، الكونغو 14، كل دولة بتختار الأسلحة المناسبة ليها كدولة وكحدود وكجيران وكتحديات. جنوب السودان 16 طيارة، نيكاراغوا 17، أفغانستان 17، وألبانيا 19. زي ما قلنا ان كل دولة بتختار الاسلحة والمقاتلات، مقدونيا الشمالية 20، حسب التحديات اللي محطوطة فيها الدولة دي. اريتريا 20 طيارة، موزمبيق 21، بوركينا فاسو 21. هتلاقي دول افريقيا كلها يعني متقاربة من بعضها، النيجر 24، كل الدول اللي في افريقيا، موريتانيا 24، هتلاقي كلها في نفس الرينج كده في العشرينات. الجابون 24 برضو، عندنا كمبوديا 24، البوسنة والهرسك 24. كل دي دول ما عندهاش، تاجيكستان 25 ما عندهاش اي تحديات برضو قد كده، جزيرة ايرلندا 25، ناميبيا 32، لاوس 34، غواتيمالا 34 برضو، الكاميرون 35، يمكن الكاميرا عشان المساحة كبيرة شوية، سلوفاكيا 37، سلوفينيا 38. بصوا كل الدول اللي بتكون يعني مجاورة لبعضها بتلاقيها ماشية في نفس الرينج. بنما 38، وتنزانيا 39، السنغال 39. ده جماعة حسب إحصائيات 2024. باراغواي 41، تشاد 41، مالي 42، الأوروغواي 43، هندوراس 44، الكونغو الديمقراطية 46. في أعداد مهولة جاية، في أعداد مهولة. بوتسوانا 46، نيوزيلندا 47، في أرقام مخيفة ومرعبة جاية. السلفادور 49، جورجيا 52، بدأنا الريتم يعلى أهو. أوغندا 55، المجر 62، بوليفيا 63، أرمينيا 64، بلغاريا 65، دومينيكين 69، لبنان 81. طبعا بالنسبة للبنان الموضوع يعني هو حزب الله متكفل بالموضوع. كوبا 81، كرواتيا 81، سريلانكا 86، التشيك 88، زيمبابوي 90، تركمانستان 90،
اثيوبيا 91، نركز بقى عشان موضوع اثيوبيا 91، زامبيا 99، النرويج 102، النمسا 104، الاكوادور 110، بدأ الريتم يعلى جامد، بلجيكا 110. هنبدأ نخش بقى في الدول الأعضاء في الناتو، وهتلاقي فيه الأعداد بتعدي جامد، صربيا 112، الكويت 114، البرتغال 117، الدنمارك 119، البحرين 120، عمان 128، رومانيا 131، ليبيا 132، هولندا 134، 143، هولندا 143، ماليزيا 143، أذربيجان 144، دي الجارة لإيران، سويسرا 147، نيجيريا 147، تونس 155. الدول العربية في دول تمتلك أسلحة قوية، كينيا 158، فنلندا 164، السودان 170، واو، اليمن 177، فين طيب يا جماعة؟ بيلاروسيا 183، أوزبكستان 191، جنوب أفريقيا 194، الفلبين 195، السويد 112، بنجلاديش 216، فيتنام 226، قطر 228، الأرجنتين 229، فنزويلا 242، قزاقستان 243، سنغافورة 247، المغرب 255. طب ما انتوا دولة قوية اهو. بيرو 258، الأردن 256 للأسف، تشيلي 289، ميانمار 293، أنغولا 297، أوكرانيا واو 321، أستراليا 325، العراق 371، كندا 375، كولومبيا 434، سوريا 452، بس طبعا يعني زي ما انتوا فاهمين، المكسيك 462، المكسيك 462، بولندا 468، اندونيسيا 474، تايلاند 501، اسبانيا 513، مصر لسه بدري عليها، ايران 551، كويس والله ان احنا يعني متفوقين على الدول دي كلها، الامارات العربية 560، الجزائر 605، اسرائيل 612، المانيا 618، تخيل ان احنا العدد المقاتلات عندنا اكتر من اسرائيل، البرازيل 628، اليونان 632، المملكة المتحدة انجلترا 664، تايوان 750، ايطاليا 800، السعودية 914، اغلبهم على فكرة F-15، كوريا الشمالية 951. طبعا يا جماعة برضه عايزين ننوه ان ده على اختلاف انواع المقاتلات، فرنسا 972 على اختلاف انواع المقاتلات دي، تركيا 1069، دخلنا في التوب 10 كده، ده الترتيب التاسع، مصر في المرتبة الثامنة عالميا ب 1080 طيارة، متفوقة على اسرائيل وعلى المانيا وعلى دول كتير.
باكستان 1434، في المرتبة السابعة، وفي المرتبة السادسة اليابان 1459، كوريا الجنوبية في المرتبة الخامسة ومعاها 1576 طيارة، وفي المرتبة الرابعة الهند 2296. في المركز الثالث بتأتي الصين طبعاً توب 3، الصين وأمريكا وروسيا. الصين 3304 في المركز الثالث، روسيا في المركز الثاني 4255، وفي المركز الأول وبلا منازع طبعاً الولايات المتحدة ب 13209 مقاتلة حربية. كده نكون خلصنا الملخص، وانتظرونا في إحصائيات تانية جاية كتير. وكده عرفنا مصر فين بالظبط. مصر يعتبر من مصاف الدول وفي أوائل الدول اللي بتمتلك قوة جوية كبيرة جدا. والميزة كمان في القوات الجوية المصرية انها متنوعة ومختلفة، عندنا الرافال وعندنا الاف 16 وعندنا عدد كبير جدا ومتنوع ومختلف من الطائرات الحربية. اشوفكم على خير، استنوا الفيديو الجاي، سلام.